سيادة العقيد، معاك العريف سانت جون بقدم التقرير. أنا في آخر مكان شافت فيه الملازم نورويد. المكان متحصن جدا يا فندم. أنت متأكد إنك عايزني أواجه ده لوحدي؟ نفذ الأوامر بس يا عريف. جارت حول. تمام يا فندم. واخد. تمام، يلا شوية سفلة، يلا نعمل ده. شكل مسلحين، شكله بتاعها.
اتراجعوا، الكل ينسحب. رجوع رجوع، ارجعوا ارجعوا. سيادة الملازم انت هنا؟ ماشي تمسكي، أنا جاي. استني أنا جاي لك. عاملة إيه يا ست الملازم؟ سين جون، أنا كنت فقدت الأمل. هو بجد؟ ليه صاحب كويس قال لي مرة ما تفقدش الأمل أبداً، ولو فقدته لازم ترجعه مرة تانية. هفتكر ده المرة اللي جاية اللي هاجمني فيها معتدين. انت كويسة؟ اسمعي، المعسكر فاضي والموتوسيكل بتاعك لسه حتة واحدة، ممكن ترجعي لوحدك. ها؟ أيوة هتصرف. شكرا يا سين جون. العفو، ودلوقتي امشي امشي. خبر، واحد محبوس. انا لازم ساعدوني. ما تقلقش، استحمل انت، انت مش هتنجو هنا. هقول لك على مكان معسكر. معسكر فين؟ فين؟ دلني انا هروح. في معسكر قريب من بحيره دايموند، اسال على الكابتن كوري. انا كنت هموت، مش ممكن. فهمني. شكرا جدا، بجد شكرا جدا يا صاحبي. ايوه، عرفهم انه كان ديكن سانت جون، هم عارفين. لا كمل جري انت بس، وخليك بعيد عن الشارع. هو
محتاج لها. كويس. منطقة عشاش تانية، لازم أحرق القذارة دي كلها، لازم أخلي المكان أمان. أنا أكيد قريب من عش تمام في داهية صوت ملاعي. تقرير يا سيادة العقيد، ما كانش سهل، بس أنا خرجتها. الملازم نورويد خرجت. كويس يا عريف، هبعت دورية حالا. هي قالت إنها تقدر تتصرف لوحدها، أنا هكلمك بعدين عشان أتأكد إنها وصلت. سنت جون حول. سيادة العقيد، بطمن على الملازم نورويد. يا عريف، أنا لسه قاري تقريرها، بتقول إنك قضيت على مخيم رحالة لوحدك. تمام، أنا ما كنتش أقدر أسيبها هناك لوحدها يا فندم. حلو قوي يا عريف، النقيب كوري رشحك عشان ترقية، بدأت أعرف لي. هبقى أرجع بعدين وأكمل حرق الأعشاش. معسكر متشردين، السفلة اللي كانوا بيعملوا فخاخ لكل نقلات المؤن في المكان، مش كده؟ لازم احرق كل منطقة التفشي دي.
شامم ريحة عش، أكيد هنا في مكان قريب. مش مصدق دلوقتي. Thank you.
لحمة. أنا شامم الريحة. أكيد قربت. تاني يلا بينا. خلاص المفروض عامل المسوخ دلوقتي يكون هنا أقل. أنا لازم أكمل التانك. يلا بينا. هو ده. عشاش لازم ننظف المكان منهم. لازم اخلي المكان امان عشان الناس تعرف تتحرك. Thank you.
يا ترى ممكن أعمل إيه؟ يلا نمشي.